السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بصحه جيده. بون اليوم مع السخانه هاديه نفط نطيب عشاتي بالسيف بالسيف باش نفط. بون حكمت شويه لوبيا كما راكم تشوفوا، قطعتها هكا صغيره كامل، قطعتها هكذا كما راكم تشوفوا، وحكمت زوج حبيبات بصل، ثلاث حبات طوماطيش. دوك ندير اللوبيا تاعي هذه نغليها، نحكم البصل تاعي هذا نقطعو مرايات كيما نديرو تشكتوكا، نحكم البصل هذا نقطعو. دوك نعاود نولو، قطع البصل والطوماطيش ونعاود نولو، شوفو كيفاش نديرهم لي زيكوس. قطعو البصل تاعنا هكذا مرايات كيما راكم تشوفو، نكملو كامل الكمية تاع زوج حبات بصلات هذوك لي عندنا هكذا. نقطعهم كامل هما الطوماطيش ونعاود نولع. نقطع طوماطيش كيما راكم تشوفوا هكذا والباقياتي. نقطعو طوماطيش كامل هكذا كيما راكم تشوفوا. نزيدو لها زوج فصوص توم، دوك نجيب زوج سنات توم نقشرهم ونغفيهم لها هنا تانيك هكذا خياتي. هذه فغيمون خفيفة، تمتم وجدوها مع سخانة هذيك شغل تكتوكة تاع لوبيا مشتو فاميليا مشتو هكذا خياتي. نحكم دوك نجيب زوج فصوص توم ونكملو. نسكرفتو التوم تاعنا هكذا خياتي كما راكم تشوفوا. دوك نديرو لها شويه زيت شويه لي زيبيس ونخلوها طيب. نديرو الزيت نديرو الملح فلفل الكحل كروية والعكري. نعاودو لي زيبيس الملح فلفل الكحل كروية والعكري، هادو هما لي زيبيس تاوعها خياتي. بغينو الكروية تعطيلها واحد تلجو تجي هايلة. نديرو البصل تاعنا وطوماطيش يطيب لنا وتكون اللوبيا تاعنا طابت. نزيد نضيفوها مع البصل هذا والطوماطيش، ونزيدو تحكمو بطاطا نقشروها ونقوها نقطعوها مربعات صغار نخلوها ونزيدوها لها من الفوق بعد ما طيب هذه البصل والطوماطيش. وهذه الوصفه تاعنا تكون واجده ان شاء الله. كنت حبيبات بطاطا نقيتهم كما راكم تشوفوا، دوك نقطعهم مربعات صغار ونقلوهم عادي هكذا. هذا كما راكم تشوفوا نكملهم كامل خياتي ونقليهم كي يطيبوا نعاودو نولو ان شاء الله. دونك نقو ورقة الشلاضة، نقو الشلاضة كيما راكم تشوفوا هكذا. نقوها كامل نخلوها في الماء يديرلها قطرة خل
وخلوها تتنقى بيان. نضيف الخيار، كيف كيف نخلوهم داخل، وحبة طماطش باش نديرهم قطره اخر ونخليهم هنا يترنخو. والبصل تاعنا ها بدا يطيب، نزيدو نخلوه درميت معاه قرن نحار باش تجيني شويه مسكه ثاني يعطيك شباب. هاي ديك نزيد نخليه يطيب بيان بيد ما اللوبيا تاعنا هذيك طيب، نزيد نرموها مع البصل هذا ثاني نخلوهم يطيبوا ينجمسوا البصل مع اللوبيا هذيك، من بعد نطفو عليه ان شاء الله. هاوليك البصل تاعنا خياتي او طايب، اللوبيا تاعنا هاي تغلات، نضيفها هنا مع البصل هذاك. كما راكم تشوفوا البصل هذاك مع اللوبيا، نزيدو نخلوهم واحد 10 دقائق هكذاك يتخلطوا بيان، يدوا كاع النكهات اللوبيا تدي نكهه تاع البصل والطماطيش هذيك والفلفل. ومن بعد تكون عندنا وجبه العشاء تاعنا. راني ثاني هنايا راني قليت البطاطا تاعنا كما راكم تشوفوا، كي يطيب نطفي عليه، كي تطفي على اللوبيا تاعنا نضيف لها ندير كوش وحده اللوبيا ونزيد لها كوش بطاطا ونغطيها بالكوش تاع اللوبيا ويكون الطبق تاعنا جاهز ان شاء الله. هذيك خياتي راهي طابت، انا قسمتها على زوج نحيت شويه دات ايطاج الاولى هذه، نزيد نضيف البطاطا هذه نحطها هنايا طابت من تحت كما راكم تشوفوا، نزيد لها جوزين كوش تاع اللوبيا هذيك هكذا هي، نزيد نخليها شويه تشرب البطاطا هذيك ونطفي لها. وهذا هو عشاتنا خياتي، سخيف طريف تمثل يوجد عندنا والمع سخانه هذيا، ننصحكم تجربوها، تجربوها على البالي حتى تعجبكم، جربوها وكتبوا لي في التعليقات، ما تنساوش ديروا لي جيم وتعليق وديروا لي ابوني اللي مازال مشترك مع القناه تاعي فضلا وليس امرا خياتي، ربي يحفظكم ان شاء الله. هاي لك خياتي الوصفه تاع اليوم. هاوليك خياتي العشاء تاعنا بعد ما طاب اني سقيته في التبسي تاع التقديم، نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه فريمون ما راحش تندموا عليها، وصفه بنينه وخفيفه توال المسخانه هذه. وشهيتكم في الجنه ما تنساوش ديروا لي ابوني الاخر ابوني ديروا لي ماشي مشتركين معايا ديروا لي ابوني وديروا لي لايك وديروا لي تعليق محفز. سلام خياتي، الى الملتقى ان شاء الله، باي.